السلام عليكم، معكم سارة العايش، مقاولة شابة في مجال العقار. بديت تقريبا 8 سنين هذه في مجال العقار. بديت أول حاجة في الديار الفرنسية لأنه تما كملت واحد الجزء من دراستي، من بعد جيت لمراكش حليت الأجنس ديالي، ودابا تقريبا عامين هذه كنشتغل في سوق العقار في الإمارات. انا اول حاجه كنبغي اي حاجه عندها علاقه بالتسويق ولا بالماركتينغ، وهذا هو الدراسه ديالي. بالاساس انا درت كل شيء عنده علاقه بفنون التسويق اللي هو اللي كنسميوه حنايا الماركتينغ ولا فنون التسويق. من بعد الناس اللي كيقراو هاد الشعبه هذه ما عندهاش، يعني ماشي اون سيونس فيكس لشي حاجه، مثلا ما غنخرجش طبيب ولا مهندس ولا هذا، تقدر تخدم في بزاف ديال المجالات. خدمت في مجال يعني ليفينونسييل، خدمت في البنك في الابناك، خدمت في بزاف ديال المسائل. من بعد فاش مشيت لفرنسا كنشوف الناس وهاد لو موند لي فاسينون، زوين زوين، فيه الفلوس شي حاجه اللي زوينه كي اتيرونت لي جون، لي سون توجور بيان ابيي، المجال زوين، وحتى الهندسه وهذا انا ديما شي حاجه اللي كثيرني بزاف. من بعد فاش بديت الخدمه عجبني المجال وقلت علاش ما نكملش به. كيما بزاف الناس يسولوني واش خاصنا بزاف الفلوس نبداو فيه ولا خاصنا بزاف ديال، اكثر حاجه غتخصنا في هذا المجال هو الريلاسيون اللي هو العلاقات، واش حنايا نقدروا نتحملوا لو كونتاكت ديريكت مع لو كليون ولا لا. وهذا هو بخلاصة هذا الشيء اللي كيثيرني أكثر حاجة، لأنه عندي سكيلز في يعني في العلاقات مع الناس. فوالا. والو كنبقاش فيه قدامي وكنشوف شي جناب. أنا أول مرة فاش بغيت نبدا في هذا المجال كان قال لي واحد السيد، قال لي غيكون عندك جوج، عندك واحد الحاجة بوزيتيف وواحد الحاجة نيجاتيف. أول حاجة بوزيتيف أنك صغيرة، والحاجة اللي ما زويناش هي أنك صغيرة، وخصوصا انه لمده طويله هذا الدومين هو حكر على الرجال وصعب جدا، لانه المجتمع ديالنا باقي واحد شويه مجتمع ذكوري، باقي واحد شويه صعيب باش يتقبلوا ان مثلا صاحبه شركه كتكون سيده ولا شابه صغيره، ماشي رجال، سورتو انه ليكيب ديالي تقريبا كلها رجال، فشويه صعيب ولكن ماشي مشكل. الو سي خالد النقري، اولا هو صديق عزيز، هو والمدام ديالو مدام حنان، وثاني حاجه هو واحد من زبناء ديالي انا في دبي اللي جا باش يستكشف سوق العقارات في دبي وباش يشوف سا غوسومبل اكوا، لانه الامارات سوق اللي منفتح جدا جدا على كاع الناس من كاع الاصعده، والمغاربه كاع الزبناء من العالم يقدروا يجيو يشريو. الوغ انا هكا تعرفت على السي خالد النقري اللي هو في غنى عن التعريف، لانه تبارك الله بروديكتور معروف عندنا في المغرب، وسما في بليزير انني نخدم مع اللي كنعتبروا انا من النخبه المغربيه اللي خدامين معايا في الامارات. كريمه غيت صاحبتي، وتا هي مهتمه بزاف بالامارات، واللي كتعرفوا ان بزاف ديال المغاربه دابا ولاو تيتانستالاو في الامارات، لانه يعني في المجال الفني، مجال كاع المجالات متطورين بزاف، يعني الناس كياخذوا شويه من التجربه ديال الامارات، كياخذوا من التجربه ديال هنايا، وابخي الواحد كيخدم ولا كيرتاح في البلاصه اللي بغى. مي كما قلت كريمه يعني قبل اي شيء هي صديقه ديالي بزاف وساكنه في مراكش، الوغ سي كوم سا تلاقينا. لا تنساوش تزورونا على الصفحة الرسمية ديال لالا مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.